نستسمحكم نمشيو سلطنة عمان باش ناخذوا معنا عبر الهاتف الدكتورة والأستاذة الجامعية هجر حراتي اللي كانت حاضرة معنا في بلاتو أهلا تونس منذ مدة، تعرفنا عليها وتعرفنا على تجربتها 9 سنين في سلطنة عمان، دائما المشاركة في التظاهرات والندوات، تخدم على برشا محاور كيما المحور البحثي والتدريبي وخدمة المجتمع. هجر ديما نلقاوها مشاركة في العديد من التظاهرات، يظهر لي ديرنييرمون عندها مشاركة هامة جدا، خلينا ناخذوها. أهلا وسهلا مرحبا بك هاجر. أهلا وسهلا عزيزتي ألفا، أهلا بأهلا في تونس والمشاهدين في كل مكان. نورتنا بوجودك هاجر مرة أخرى عبر الهاتف. إذا باش نحكي ويظهر لي على المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي. نعم. في البداية شكرا جزيلا للتلفزة التونسية الوطنية على متابعتها لنا داخل الديار وخارجها. مرحبا بك. فعلا ألفا كان لي شرف الدعوة من قبل المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي للمساهمة في تحكيم بطولة الملتقى الطلابي الإبداعي 25، وذلك باستضافة كريمة من جامعتي صلاح الدين أربيل وتيشك الدولية كردستان العراق. يعني رسميا كنت امثل جامعه صحار، الجامعه التي اعمل بها، ولكنني مثلت بلدي كاحسن ما يكون. والانسى يعني انه عندما وصلت لم يكن هنالك علم تونس، وسعدت كثيرا بان اعلموني انهم اضافوه ليلا بسبب مشاركتي في هذه الدوره. يعني نحكيو شويه على المشاركين، على الدور الابداع الطلابي، على التكريمات. نعم نعم، كما يبدو يعني من عنوان هذه النسخة اللي هي النسخة 25 للملتقى، ويعقد يعني في كل سنة في دولة من الدول العربية للاحتفاء بالمواهب الطلابية ونشر ثقافة البحث العلمي والإبداع الفني وتحفيز الموهوبين. وعقد السنة الماضية في نسخته 24 في جامعة صحار سلطنة عمان، وعقد هذه السنة في إقليم كردستان العراق. كان الملتقى بحضور عدد كبير جدا من الجامعات العربية، تقريبا 22 جامعة، وحضر يعني هذا الملتقى عدد كبير من رؤساء ونواب، رؤساء وعمداء الكليات في الجامعات العربية، أعضاء المجلس العربي، وقدمت أبحاث كثيرة. يعني تم فرزها فرز أولي ثم فرز ثاني. العدد النهائي الذي وصل للملتقى حوالي 50 بحث، من يمثل عدد كبير من الدول. إذا ماذا أقول، مشاركتي يعني اتصلت بمحور الإبداع الفني والأدبي، وفيه استمعنا على امتداد يومين وجلستين إلى حوالي 13 بحثا في هذا المحور. التكريمات زادة كانوا فما برشا تكريمات هاجرة. نعم فما تكريمات زادة صاروا. نعم اكيد، في كان تم تكريم معناها البحوث الفائزه، ودائما كان تم المرتبه الاولى والثانيه والثالثه لطلاب من جامعات مختلفه، وكم تكريم يعني المحاكمين، والحمد لله رب العظيم، يعني كنت من بين المكرمين من قبلي رئيس المجلس الدكتور فؤاد الزغول، وكذلك من قبل رئيس جامعة صلاح الدين أربيل. تكريم مستحق أكيد هاجر، ألف مبروك. إذا كان ناخذ فكرة على مشاريعك المستقبلية هاجر، نعرف ديما خدمة وديما سفر وديما بحوث، أحكي لنا تري بيانتو شنو عندك؟ الحمد لله، حاليا أعمل على ندوة ستقام في مسقط حول مطرح عبر التاريخ، ودعيت كذلك من قبل المنتدى الثقافي لتقديم بحث أنا على مشارف الانتهاء منه يتصل بمطرح من خلال الإبداع المتخيل السردي بصفة عامة. وكالعادة اشتغلت على المتخيل النسائي، وإن شاء الله يكون البحث يعني محقق لي إضافة بإذن الله. إن شاء الله، شكرا لك، يعطيك الصحة هاجر، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، مرحبا بك تبدأ في تونس، مرحبا بك بحدنا أنتم ماما، شكرا هاجر، يعطيك الصحة.